مساء الخير واهلا وسهلا بكم بفيديو جديد من ايدي سيكيورتيز، وهذا الفيديو الخاص. الساعه الان في ابو ظبي هي الساعه 8 مساء او الثامنه ليلا بتوقيت ابو ظبي، اي يعني حوالي الساعه 4 مساء او 4 ظهرا تقريبا او عصرا بتوقيت غرينتش. اليوم لدينا بعد حوالي ساعتين من الان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الماضي للشهر الماضي، والذي في الغالب ما سنشهد فيه تحركات كبيره، لذا يعني فكرنا ان نقوم بنوع من الفيديو الخاص حول هذا اجتماع أو هذا المحضر والتوقعات والسيناريوهات لهذا البيان. أولا شهدنا خلال الفترة الماضية أو خلال الأسابيع الماضية نوع من الشراء الكبير من قبل المستثمرين للدولار الأمريكي أمام معظم العملات العالمية، خصوصا خلال اليومين الماضيين في انتظار هذا المحضر أو محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى حديث جانيت يلن في جاكسون هول يوم الجمعة المقبل. كما أنه اليوم من الممكن أن نشهد نوع من التراجع في الدولار الأمريكي، أو قد يكون هذا البيان من الفيدرالي هو الحافز لعودة انخفاض الدولار من جديد. هذا الستيتمنت أو فيما لو أتت هذه الستيتمنت أو هذا البيان أقل تشدد من المرة الماضية، فمن الممكن أن نشهد نوع من التوقعات أو نوع من الارتفاعات الجديدة في الدولار الأمريكي مرة أخرى. لكن لا ننسى أو نعود مرة أخرى للنظر إلى statement أو البيان الذي حصل بيوليو الماضي. شهدنا انخفاض للدولار الأمريكي أمام معظم العملات العالمية، وذلك مع عندما أتت الأرقام وعندما أتت هذا البيان بنوع من خيبة الأمل بالنسبة للهجة التي كان يتكلم بها الفيدرالي، ولم يكن هذه اللهجة كفاية حتى بأنه يدعم الدولار بهذا الوقت. لكن أيضا لا ننسى أنه الفيدرالي كان نوع من أو أظهر نوع من التفاؤل بالنسبة للإنفليشن أو اللي هي معدلات التضخم، وأيضا الليبر ماركت أو قطاع الوظائف، بالإضافة إلى كونسيومر سبيندينج أو إنفاق المستهلكين. لكن بنفس الوقت وبنفس أيضا بالرغم من أنه كان إيجابي على قطاع الوظائف، إلا أنه قام من جديد وعاد ليتحدث عن أنه هناك أو الأهمية تكمن بأن نشهد المزيد من التحسن في قطاع الوظائف، والذي إلى الآن لازال يشير إلى نوع من التخبط في الأرقام، لكنه معظمها أتى بأفضل من التوقعات كما شاهدنا خلال الأشهر الماضية. لذلك اليوم من الممكن أن نشهد نفس البيان الماضي، لأنه في الغالب لم نشهد أي مرة الفيدرالي الأمريكي قام بتغيير اللهجة ما بين الاجتماع الماضي والاجتماع أو ما بين اجتماعين وبفترة بسيطة جداً. لذلك فيما لو شاهدنا معظم الأعضاء يعني متخوفون من نفس المسألة وهي قطاع الوظائف من جديد، فمن الممكن أن نعود ونشهد نوع من الانخفاض في الدولار الأمريكي مرة أخرى قبل الإعلان عن أو قبل حديث جانيت يلن يوم الجمعة المقبل. وفيما لو أيضا من جديد شهدنا نوع من المفاجأة، وأن نشهد نوع من التفاؤل الأكبر من المرات الماضية أو من المرة الماضية، ففي الغالب ما سيشهد نوع من الارتفاع المتوسط أو على الأقل المحدود للدولار الأمريكي. ويجب الانتباه من قبل المتداولين أنه الدولار الأمريكي إلى الآن والمؤشرات التقنية تشير إلى تشبع بشكل كبير من عمليات الشراء، فهذا خصوصا طبعا أيضا لا ننسى أنه خصوصا أو هذا الارتفاع أو التشبع هو أكبر تشبع أمام اليورو والجنيه الاسترليني. هذا كل شيء لدينا في هذا التقرير، يمكنكم متابعتنا كما هي العادة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب لمزيد من التفاصيل ولتصلكم آخر الأخبار العاجلة وأيضا التقارير والتحليل. هذا كل شيء لدينا في هذا التقرير، نراكم يوم غد صباحا للتعليق على ما حصل أو سيحصل اليوم، وهذا كل شيء لدينا. شكرا للمتابعة، هذا نور الدين الحموري من ايدي سيكيورتيز أبو ظبي.